عايزين ننتقل بقى للسيراميكا، وهروح لفريق سيراميكا كليوباترا، ولازم نقول لهم مبروك بصراحة طبعا التتويج بكأس الرابطة بعد الفوز على المصري 4-1، مباراة قوية جدا يعني تقدم فيها سيراميكا، وثنائية كانت نظيفة في الشوط الأول، وبعد كده طبعا عن طريق كان عندهم على فكرة لعيبة محمد عنتر وصلاح محسن طبعا، وفي الشوط الثاني أحرز حسام جريش هدف المصري، لكن سيراميكا عاود التسجيل، وطبعا أضاف محمد شكري الهدف الثالث بتسديدة كانت يا جماعة رائعة. ما أعرفش مين تابع الماتش بس أطلق عليها الصاروخية فعلا، وبعد كده صامويل الأمادي الهدف الرابع لسيراميكا، يعني بصراحة يستحق هذا التتويج واللقب الأول ليه أصلا في تاريخه في النسخة الثانية من البطولة المحلية، اتكلم لكأس الرابطة، وناس كتير برضو كان عندها علامة استفهام على الفوز ده. ليه بقى؟ لأن أنت لسه بتتكلم إن الكابتن طبعا حلمي طولان اللي قعد فترة مع سيراميكا بيدربهم بعد ما انتهى التعاقد طبعا ما بينه وما بين النادي بشكل محترم وبالتراضي، وبعدين من فترة قصيرة جدا كابتن أيمن الرمادي طبعا هو اللي تولى قيادة وتدريب يعني سيراميكا بعد برضو تدريبه لأسوان، واللي الناس قالت لك هي رحلة ناجحة، والناس قالت لك مش رحلة ناجحة قوي، بس أنا بشوف إن أسوان مع أو تحت قيادة كابتن أيمن الرمادي برضو كان مقدم كذا مباراة قوية جدا، منها مباراة أمام الزمالك على سبيل المثال ما قدمه من فعلا لعب جميل. فلا كابتن أيمن الرمادي بصراحة أنا من الناس اللي شايفاه فعلا سي في كويس جدا، درب في اكتر من نادي خارج مصر وداخل مصر، من نادي دبي ونادي الامارات وعجمان، وكان ليه يعني تجارب جديده واكسبيرينس او خبره كبيره جدا في التدريب، وبصراحه اللي هو عمله مع سيراميكا يعني لسه يا كريم ايام قليله جدا من حصوله على هذا البوزيشن او يعني الموقع ده، ويحقق ده معاهم اعتقد برضو ده انجاز كبير جدا، ويحسب ليه طبعا، ويحسب اكيد برضو الكابتن طولان، لكن يحسب اكيد برضو الكابتن ايمن الرمادي. فلا برافو فعلا سيراميكا يستحقوا ان احنا نبارك لهم، وان شاء الله يكون الانجاز اللي اتحقق ده يعني فتحه خير عليهم، ونشوفهم بينافسوا بقوه في النسخ القادمه ان شاء الله من الدوري المحلي.